ومقابله دازت في اطوار جيده، قدمنا لقاء جيد في الشوط الاول، تمكنا نخلقوا فرص ما ترجمناهمش للاهداف، تمكنا نترجموا واحد الفرصه. الشوط الثاني كما لاحظتوا كان مغاير على الجوله الاولى، خلقنا فرص ما استغلناهمش. فريق مراكش عارف كيفاش ينتصر، عارف كيفاش يدي النقاط ديال المباراه، واخا ما دارش مجهود كبير يعني اللي يقدر يستاهل عليه ثلاثه النقاط. يعني لعبنا وسيطرنا، ولكن فريق مراكش يدى النقاط المقابله. لا بالعكس، ما كنظنش انها تاثر على الدراري. الدراري واعيين بالمسؤوليه وعارفين بانه بدايه البطوله، مازال المشوار طويل، مازال ان شاء الله نقول الكلمه ديالنا ونريكيبيرو ان شاء الله ثلاثه النقاط المقابله. والطموح ديالنا كاي فريق الاول نحافظوا على المكانه ديالنا في القسم الاول، ولما لا نقدموا اداء جيد ونحتلوا بعض الصفوف الاماميه ان شاء الله. علاش لا؟ ان شاء الله.